اهلا بيكم. اللقطه بتاعت المفاجاه ان انا اشوف سنان مش حلوه تمحي كل الجمال حتى لو كان موجود جمال. الاسنان شيء غريب جدا في وش الانسان. القادره الوحيده التي تستطيع ان تذهب اي ملامح جمال اخرى. في ناس من غير شعر ويبدو في منتهى الوسامة. في بنات شعرها قصير ومش حلو وخشن بس جمال جدا وتحب تبص لهم ولا مقصر فيك ان هم شعرهم شبه شعر الرجالة. حتى في ناس بتقص شعرها لدرجة انه بقى زي شعري كده مش بالظبط يعني بس عادي انت مبسوط وانت شايف. في راجل ممكن تلاقيه مثلا بدقن، واحد تاني من غير دقن، واحد اسمر واحد ابيض، بنت سمراء جميله، بنت بيضة قوي جميله او متوسطه البياض قمحويه، كل الجمال في كل حاجه في كل حاجه الا السنان. لو وحشه تبوظ لك الشكل كله. الجوازه باظت بسبب السنان. دي خطوبة راح انبهر والموسيقى وبتاع وفجأة الموسيقى انقلبت لمرشات حزانية حزن بسبب السنان. فالسنان هي الاهتمام الأكبر، هي اللي لازم نتوجه ليها على طول، هي أهم خطوة في عناية بشكلنا قبل أي حاجة تاني. بشوف ناس عندها سنان بايظه تماما ورايحه تعمل فيلر وبوتوكس، مع احترامي الشديد جدا عشان الناس اصدقائي في التجميل ما يزعلوش، ومش هيزعلوا لان هم نفسهم من اساس التجميل اول ما حد يجي لهم عايز يحقن فيلر وبوتوكس اول حاجه بيطمنوا على سنانه ويشوف سنانه مش موجوده. لا، روح ظبط سنانك الاول هتلاقي وشك ملا، وساعتها نقيس صح نشتغل صح. لكن في ناس بتبقى ماشيه من غير سنان موجوده، سنتين ثلاثة رايحين من الشمال وسنتين ثلاثة رايحين من اليمين، وبيبتسم ابتسامة يا دوبك عشان ما يبينش اللي مفقود، ويقول لك لا لا اصل الزراعة بتطول ومش عارف ايه. تعالوا نفهم النهارده ليه السنان تاخد هذا الشكل الهام جدا في الشكل الجمالي لاي انسان. النهارده حوار مهم جدا جدا مع واحد من نجوم هذا المجال، الحقيقة بيسعدني جدا باسلوبه الراقي وبشرحه التفصيلي وبالنقط اللي انا ببقى فعلا قاعد مستمتع جدا بان انا اسمع منه كل التفاصيل العلميه والانسانيه وتفاصيل الكواليس بتاعه القصه. ليه ده بيتم وليه ده بيتم؟ حديث مختلف تماما تسمعوه النهارده مع واحد من نجوم عالم الاسنان، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. شوف الجوازه باصت بسبب السنان. وانا عارف ان في ناس كتير بتجيلك قبل الجواز. ده حقيقي. مش كده؟ قبل الخطوبه بقى. ده ولا حقيقي. قبل الجواز؟ قبل لا قبل الجواز دايما، قبل التدبيسه الكبيره. قبل التدبيسه الكبيره، الخطوبه ممكن، الجواز لا. مشكله السنان معانا ان هي جايه في الكادر اللي العين بتقع عليه اول ما بقابل شخص. اول ما بقابل شخص بحاول ان انا دايما اركز في وشه للاسف على طول، ما هو بيتكلم، خصوصا كمان مع شغلتنا كدكاتره سنان، اول حاجه عينك بتقع عليها الاسنان. لو يعني لو اسنانه حلوه مرصوصه لونها كويس، او حتى مش عامل فيها تجميل بس هو محافظ عليها او مهتم بيها، بتلاقي نفسك مرتاح في الكلام معاه. لكن لو لقيت ان المنظر مش لطيف، مفيش اهتمام، في مشاكل كتيره، اسنان متكسره، ساعتها بتبدا تاخد موقف شويه، او تبدا ان انت يعني تبقى مستاء شويه من الموضوع ده، وتبدا تنصحه انه يتوجه كمان انه يعمل الكلام ده. ده بالنسبه للشكل. بالنسبه لوظيفتها بقى، فالسنان معروفه هي اول مرحله من مراحل الهضم. معروف بالظبط. جبنا الولاد في الكيجي 2 ده ولا الثالثه ابتدائي يعني بالظبط هيقولوا الكلام كله طبعا. لكن ليه ناس بتبقى عندها فقد في اسنانها وسايباها؟ يعني وسؤالي العلمي، يعني امتى نلجا للزراعه؟ في ناس بتتلخبط مثلا، السنان مش موجوده، نص السنه مش موجوده، بيفكر يزرع ولا ما يزرعش وهو الى اخره. والله يا دكتور ايمن، عشان نقرر احنا هنزرع او مش هنزرع او ايه الاجراء المناسب، مش المريض اللي بيحدد ده، مش هو اللي بيجي يقول لحضرتك انا عايز ازرع او مش عايز ازرع. هو بيجي بيتوجه لدكتور شاف حالاته وعارف ان هو دكتور متمكن من القصه ديت، عنده كافه التخصصات، لان احنا دلوقتي بنتجه في الاسنان للتخصص، الوان مان شو ده ما خلاص ما عادش موجود.
ان كل واحد بيعمل حته صغيره في المجال ده في مجال طب الاسنان ولكن بيعملها على اكمل وجه. في النهايه المستفيد من الموضوع ده هو الحاله نفسها او المريض نفسه، لانه بياخد كل خطوه من الخطوات اللي بنعملها دي او كل حاجه في التخصص ده بنسبه 100%. قصه الزراعه دي بنلجا لها امتى؟ بنلجا لها في حاله فقد جزئي او كلي للسنان. الفقد الجزئي ممكن بيبقى سنه، ممكن يبقى اتنين، ممكن يبقى نص فك كامل، وده الحل الامثل لتعويضه او الحل رقم واحد على مستوى العالم. بيبقى دايما ان احنا نلجا للزراعه، خصوصا لو حاله الانسجه والاسنان اللي حواليها كويسه، فبنضطرش ان او بنحتاجش ان احنا نبرد او نعمل تركيبات في الحاله ديت. مثلا عندنا حاله زي دي، الحاله ديت عندها كانت عامله تركيبات في المجموعه الاماميه من الاسنان، تمام، كان فقوده بس سنتين قدام. كان قدامنا حل ان احنا نعمل تركيبه ثابته على مجموعه الاسنان اللي موجوده ديت او نعمل زراعه في المجموعه اللي قدام دي او في مجموعه الاسنان الاماميه اللي احنا بنسميها الايثاتيك ريجن، المنطقه الجماليه، لان دي اللي بتبان في الكلام، في الضحك، في الكلام ده. دايما بنفضل الزراعه بالذات في الجزء ده عشان خاطر نعمل اسنان منفصله في الحته دي، ما تبقاش تركيبه كامله. ده بيدي منظر طبيعي اكتر، منظر جمالي اكتر. في حالات تانية للزراعة بنلجأ لها برضو، وده طبعا النتيجة بعد ما ركبنا التركيبات بتاعتنا، أسنان ناتشرال جدا، باينة طبعا إن هي يعني فيها تجميل بس بشكل جميل. تمام. في حالات تانية بنلجأ لها للزراعة زي الفقد الكلي للأسنان، إن إحنا نتيجة إهمال، مفيش غسيل أسنان، مفيش استخدام للخيط على الأقل مرة واحدة في اليوم، نتيجته تسوسات، تراكمات جيرية على الأسنان، التهابات في اللثة لفترات طويلة، ده بيؤدي لفقد للأسنان دي أو لخلخة فيها. وعلى حسب الحالة لحقت نفسها ولا ما لحقتش بنشوف هل الأسنان دي نتعامل ولا لا. زي ما قلنا الزراعة هو الحل رقم واحد، لأن حتى نسبة نجاح الزراعة دلوقتي وصلت ل 95%، اللي هي يعتبر في تخصصات الأسنان كلها، طب الأسنان كلها، أعلى نسبة نجاح، حتى أعلى يمكن من الحشوة العادية كمان، نسبة 95%. فالزراعة طبعا هي الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة، سواء فقد جزئي أو فقد كلي. ايه المخاطر اللي تحصل لما اسيب سنان مفقوده لفتره؟ ايه اللي يحصل في وشي، في سنيني؟ بص، هو خلينا نبقى متفقين ان الوش ده او الشكل اللي احنا بناخده ده هو عباره عن الجلد او العضلات بتاعه الوش اللي بتدينا الشكل ده، هي مشدوده على الشاسيه. الشاسيه اللي هو ايه؟ اللي هو عظم الفك نفسه او عظم الجمجمه والفك السفلي، ولان طبعا عظم الفك العلوي ده مرتبط بالجمجمه والاسنان. طب في حاله فقد الاسنان، خصوصا الاسنان الاماميه والخلفيه زي ما احنا شايفين في الفيديو ده كده، بيحصل شويه تبعيات لعمليه الفقد. اول حاجه، المكان الفاضي ده ربنا خلق لنا سناننا في حاله ثبات او سكون. سببها ايه؟ التلامس المستمر ما بين الفكين وبعضهم، ووجود الاسنان في تلامس مستمر بالنسبه للاسنان اللي جنب بعضها. زي ما شايفين في الفيديو، في حاله فقد السنه بيبدا ان الاسنان اللي قبلها واللي بعدها الضروس تبدا تقفل المسافه دي، فيصبح تعويضها اصعب. الضرس اللي فوق يبدا ان هو يطول وينزل ليقفل المكان الفاضي دوت. النتيجه ان عضه غير مظبوطه اطلاقا، ان احنا بنقفل بعض او باتجاه معين، الموضوع ده اختلف. ده بيأثر على ايه؟ بيعمل لنا مشاكل اكبر من كده بره السنان. اولا مش هنتكلم عن الشكل، هنتكلم عن الوظيفه. بيبدا يحصل مشاكل في مفصل الفك نفسه على حسب حجم الضرر او حجم الاهمال اللي وصلنا له بعد ما حصل فقد للاسنان. هل سيبناه فتره طويله ولا لا؟ كل ما نسيبه فتره طويله اكيد ده بيسبب ضرر لمفصل الفك، وده علاجه بيبقى صعب شويه، وممكن يوصل لعمليه جراحيه وجلسات تاهيليه وحاجات زي كده. فيفضل طبعا ان احنا ما نوصلش لده، ونسارع بتعويض الاسنان المفقوده، او نلاقي حل في حاله ان احنا لقينا خلاص سنه هتوصل لمرحله كريتيكال ان هي هتفقد خلاص، اتجه لدكتور الاسنان، ممكن يبقى في حل. في بعض الاحيان ما بنوصلش لمرحله خلع وزراعه والكلام ده كله، ممكن يبقى في سنه والحاله نفسها معتقده ان هي ملهاش حل، لكن بكل بساطه بيتعمل لها حشو عصب وبيتركب لها دعامات وبتتبني بشكل مظبوط وبيتعمل لها كراون او طربوش معين وبتكمل معاه. فدايما بناكد على الفولو اب والاهتمام بالاسنان. السنه عندنا في طب الاسنان زيها زي الدراع بالظبط. هل حضرتك لو دراع حضرتك تعبك بنقطعه على طول؟ اكيد لا، ما بنروحش نظبط. صح، بنحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما نوصل للحل المناسب. السنان كده بالظبط نقعد نظبط فيها. انتوا عندكم صبر مع السن لغايه لما تجيب اخرها زي ايوه طبعا ايوه طبعا. سؤالين بقى لازم في بعض، التحضيرات والبروسيدر نفسها، عمليه الزراعه، ايه الاهم النقاط في التحضير، وايه الـ يعني اللي بنقول عليه الشكل المبسط لفكره الزراعه؟ نتكلم عن التحضير الأول. أنا بشوف أن تشخيص الحالة هو تقريبا 70% أو أكتر كمان من علاجها. شخصت الحالة مظبوط فأنت هتوصل لعلاج مظبوط.
شخصت العلاج طبعا احنا اهم حاجه دخلت عندنا من الطفرات اللي حصلت في طب الاسنان وفرقت معانا جدا، اللي هي تقريبا بقت عينينا وايدينا ورجلنا في طب الاسنان، الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه هي ادق اداه لتشخيص في طب الاسنان دلوقتي. ليه؟ الاشعه المقطعيه بكل بساطه بتخليني الفك ده او حضم او الاسنان والانسجه المحيطه ليه انا بمسكها في ايدي وبقدر ان انا اتلاعب بيها، اشوف ابعاد الفك سواء ارتفاعه سمكته نوعيه العظم حتى وكثافته، اتجاه الزرعات اللي انا عايز احطها، علاقتها بالفيتال ستراكشرز اللي حواليها اللي هي اعصاب او جيوب انفيه اقدر اتلاشاها او اعمل تريكس او حيل معينه ان انا اتفادى الضرر في الحاجات ديت. فطبعا الاشعه المقطعيه دي اول خطوه هي اللي بحدد بيها كل حاجه. ضفنا عليها كمان ان دلوقتي الديجيتال او الكمبيوتر دخل معانا جدا في قصه طب الاسنان، لدرجه ان احنا بقى نلعبها دلوقتي بالشقلوب. بالعكس احنا ممكن نتخيل شكل التركيبه او السنه اللي هتتركب شكلها عامل ازاي قبل ما ازرع، عشان اقدر احدد هل المكان ده او الوضعيه دي او الاتجاه ده في الزرعه مناسب هيساعدني في التركيبه. لان الفكره مش في ان احنا نعمل زرعه وخلاص، الفكره ان احنا نعمل زرعه نقدر نركب عليها سنه شكلها كويس وفانكشنينج وظيفتها كويسه. فده بالنسبه للتحضير بتاعها، بنقدر نعرف ابعاد العظم عامل ازاي، اتجاهه، كثافته، هنحط زرعات فين، هل الاماكن اللي انا احط فيها الزرعات دي هتساعدني قدام ان انا اعمل تركيبه مش اعمل زرعات ما اقدرش ان انا اركب عليها. كل التحضيرات دي موجوده. قبل ده كله طبعا لازم ابقى عارف الحاله الطبيه للمريض بتاعي. لحسن الحظ دلوقتي بالنسبه لقصه الحاله الطبيه او الحاله الصحيه للمريض مفيش تقريبا موانع للزراعه دلوقتي مع التطور الجامد في الزرعات ومعالجه السطح بتاعتها. فيمكن تقريبا زي ما قلنا يمكن حاله او حالتين هم اللي بيبقى ليهم بس كونستراكشن، يعني بيبقى ليهم مضايقين علينا شويه شغل الزراعه، ولكن زي مثلا الحد اللي واخد ريسنت راديوثيرابي يعني اشعاع حديث، وده برضو ليه حلول وبيبقى السبب مش ان هو موانع زراعه. الاشعاع ده مثلا او الناس اللي بتاخد ادويه لعلاج هشاشه عظم ده بيأثر على الدوره الدمويه اللي في العظم ده، فبيقلل الجوده بتاعه العظم ده او التغذيه بتاعته. فبكل بساطه بنقدر نعالج الموضوع ده باللي هو ان احنا بنعرض العيان ده لجلسات من الاكسجين مثلا، بنظبط فيها حيويه العظم ده، فبنقدر حتى بعد فتره صغيره جدا من الجلسات اللي كان بياخدها انه يعملها. عدا ذلك مريض سكر لا بنقدر نزرع له وبتقعد معاه الزرعات طول ما هو محافظ على مستوى السكر في الدم. معظم الحالات المرضيه الثانيه ما بقتش عائق بالنسبه لنا. فده كل دي تحضيرات، بعرف الحاله الطبيه للمريض بتاعي او للحاله اللي انا هقوم بالزراعه ليها، بشخصها كويس جدا، بعرف انا هعمل ايه بالاشعه المقطعيه الكمبيوتر او السوفت ويرز كده معينه داخله في الكمبيوتر دلوقتي بتعرفني ازاي هركب على السنان ديت. نيجي بعدها البروسيجر نفسها على حسب احنا هنزرع ايه بالظبط وعلى حسب هنعمل ايه. قلنا من الاشعه المقطعيه ان احنا بنعرف حاله العظم، هنفترض حاله العظم عندنا كويسه جدا، عندي ابعاد كويسه، ارتفاع كويس، عندي سماكه كويسه، عندي كثافه محترمه، اقدر اشتغل عليها على طول، ما بلجاش للجراحه زي زمان، ممكن فتح صغير بالليزر او حتى بانش تكنيك ان احنا بنعمل بانش حاجه كده فتحه صغيره مكان الزرعه، مكان ما بنقدر نجهز او نحضر في العظم عشان يستقبل الزرعيه ديت. زي ما احنا شايفين في الفيديو ده دكتور ايمن، ده كمبيوتر جايدد. يعني ايه حاجه كمبيوتر جايدد؟ يعني احنا بنعمل الجهاز الشفاف ده عن طريق الكمبيوتر زي ما قلت لحضرتك، والاشعه المقطعيه سوفت وير معين بيقدر يخرط لنا حاجه زي كده بنحدد فيها مكان الزرعيه والاتجاه بجهاز الليزر زي ما حضرتك شايف كده، وباقل بنج ممكن بنعمل فتحه صغيره نحضر من خلالها مكان الزرعيه ديت او بنحضر مكانها العظم عشان يقدر يستقبل الزرعيه اللي احنا هنحطها دي. بعد كده بنربط الزرعيه دي في مكانها زي ما احنا شايفين كده، بنحط الزرعيه في مكانها وبننتظر التئام العظم عليها. بعد ما الدكتور بيخلص المرحله دي في الكلينيك عنده خلاص هو كده دوره انتهى في الفتره ديت. كل اللي باقي لنا بعد كده شويه انستراكشنز، تعليمات الحاله بتاعتنا بتاخدها، مضمضات انه يحافظ على حاجات معينه ويحافظ على المكان ده دايما معقم ومطهر زي ما حضرتك شايف الزرعيه بتتحط. كل الكلام ده بيخلص في قد ايه؟ مش اكتر من 10 دقائق، فعليا مش اكتر من 10 دقائق. طب في ناس بتقول لك لا هي ما بتاخدش 10 دقائق، ما هو ربنا خلق لنا صوابع الايد الواحده مختلفه عشان يعلمنا الاختلاف. الاختلاف ده بيطبق في كل حاجه من حاله للتانيه. دي حاله عندنا سامبل، عندنا حاله العظم فيها كويسه، قدرنا عن طريق الاشعه المقطعيه وعن سوفت ويرز معينه نعمل الكمبيوتر جايد دوت ونقدر ان احنا نشتغل بيه ويسهل لنا الموضوع بفتحه صغيره خالص. طب لو عندنا زرعه واحده برضو او اكتر من زرعه، خلينا نتكلم عن زرعه واحده، ولكن عندنا نسب تاكل عظم جامده جدا، هل هينفع معانا القصه ديت؟ لا،
لان احنا عندنا نفسه النسيج نفسه اللي هو العظم اللي بنحضره عشان نحط فيه الزراعيه هو مش كافي انه يستقبل الزراعيه دي. ساعتها دكتور ايمن بنضطر ان احنا نلجا لجراحه صغيره اللي احنا بنسميها ماينور سيرجري، جراحه مصغره جدا فتحه صغيره برده كده بنضيف فيها شويه العظم الصناعي وبنضطر نلجا لها لو في حاله زراعه عظم، غير كده ما بنلجا لهاش. اذا كل حسب السيتويشن اكيد طبعا، حسب وضعيتك اكيد طبعا. دايما السؤال اللي الناس بتساله، طب هركب امتى النهائي؟ هعمل بقى اللود امتى؟ اللودنج موضوع التطور السريع في الزراعات والتكنولوجي في الزراعات وفي معالجه السطح بتاعتها، بتتعالج باشعه جاما، بيتعمل لها ساند بلاستنج عشان نزود السطح بتاع الزرعه اللي بيتعرض للعظم فيحصل التئام اسرع، ده سهل علينا الموضوع ده. بس السؤال المهم، بيجي لنا حالات كتير جدا اول ما بيدخل انا عايز ازرع وامشي بسنان دلوقتي. تمام، هتمشي بسنان دلوقتي. ما هو هتمشي بسنان دلوقتي، بس هل الكلام ده بيطبق على كل او من حق الحاله تقعد قدامي ويطلبه؟ من حقه، بس لو عملنا له اشعه مقطعيه اتاكدنا ان حاله العظم عنده كويسه، عرفنا الميديكال هيستوري بتاع تاريخ المرضي بتاعه ولقينا ان هو حالته الطبيه ما فيهاش اي مشاكل، يعني مثلا مريض السكر بنزرع له، بس هل على طول؟ لا، لازم نظبط مستوى او معدل سكر التراكمي في الدم بتاعه لحد رقم معين عشان نقدر نتعامل معاه في موضوع الزراعه. ظبطنا الكلام ده كله، نشوف حاله العظم نفسها وكميته وكثافته، كثافه عظم معينه وكميه معينه هي اللي بتديني القرار وانا قاعد قدام الحاله وشايف الاشعه المقطعيه ان انا اقدر فعلا احط زرعات في ساعتها واعمل عليها على طول تركيبه في ساعتها. طب في حالات تانية بتزرع وبتستنى شويه؟ اه. ليه؟ لان بكل بساطه زي ما قلنا الاختلاف، ربنا علمنا ده. عندنا حاله عظم كثافه ضعيفه او اسنان كانت موجوده او بواقي اسنان، بلاش نقول اسنان، عامله خراريج على مدار سنين، الخراريج دي قلبت باكياس دهنيه عملت تاكل في العظم من جوه في الفك نفسه من جوه، بالاضافه اهمال رهيب، مفيش غسيل اسنان، مفيش استعمال لخيط الاسنان ولو حتى مره واحده في اليوم. نتيجه الكلام ده كله ايه؟ تراكم بواقي الاكل على اسنان، طبقه البلاك اللي هي بيتكون عليها الكالسيوم، بيتجمع عليها الكالسيوم اللي موجود في اللعاب بتاعنا ويكون طبقه جيريه قويه اللي هي بتبدا اللثه. لو احنا دلوقتي في نار ولعه وايد حضرتك قريبه منها، فعل لا ارادي لا ارادي بدون ادنى تفكير بتعمل ايه؟ بتبعد ايدك على طول مباشره، ده ربنا خلقنا كده. نفس القصه بتطبق على اللثه، اتكونت الطبقه الجيريه دي اللي هي كوكتيل من بكتيريا وبواقي اكل بتعمل التهاب ومتراكمه في في الكونكشن ما بين الاسنان واللثه عند الحته ديت. طبيعي اللثه هتعمل ايه؟ هتريسيشن على طول، هتنحسر على طول، هيبدا يحصل انحسار وتبعد عن الاذى اللي هي بيحصل لها ده بسبب البكتيريا وبسبب بواقي الاكل ده. طب هل انحسار اللثه ده او اللثه لما تكش هل ده عادي؟ اكيد ليه تبعيات، في علاقه ما بين العظم واللثه اللي فوقيه، لازم اللثه تبقى مغطيه العظم بنسبه معينه على الاقل 5 مللي 4 او 5 مللي لازم، فلما بيحصل انحسار للثه دي العلاقه دي بتتاثر، اكيد بيقل المسافه دي، فكنتيجه عكسيه ليها بيحصل ايه؟ ان العظم نفسه بيتاثر وبيبدا يحصل ان هو يكش. فطبعا نتيجه الاهمال ده كله ممكن نخسر السنه دي كلها. طبعا كله بيكش، اللثه تكش، العظم يكش، كل دي تبعيات لبعضها. طب هل لما العظم كش او تاكل هل وقفنا عند كده؟ لا، ده في مراحل من التاكل دي اللي بينتج عنها مراحل من اللخلخه، سواء درجة أولى أو درجة تانية أو درجة تالتة. درجة أولى درجة تانية بنقدر نتعامل معها، درجة تالتة فقدنا القدرة على التعامل معها لأن السنة ساعتها بتبقى فيري لوس سايبة جدا، فهل نقدر نثبتها في مكانها؟ لا، بكل بساطة هتلاقي منظر الأشعة الجدر عامل كده والمفروض بدل ما العظم مغطيه كله لا مغطي مثلا يمكن تلته أو ربعه في الآخر خالص، فده هنجيب له عظم منين عشان نبنيه فوق السنة دي كلها؟ مستحيل. ساعتها الاجراء اللي بنلجأ له ان احنا بنخلع السنه دي ونعوض المكان العظم المفقود ده بعظم صناعي ونستنى ان هو يلتئم وبعدين نحط اجراء الزراعه بتاعنا. فزي ما قلنا كده احنا الاختلاف على حسب الحاله، من حاله للتانيه بنقدر ان احنا نشخص هل نقدر نحط الزرعه ونحط عليها الاسنان في ساعتها، ولا نحط الزرعه ونستنى من شهرين لثلاثه، ولا مش هنقدر نزرع دلوقتي وهنحتاج ان احنا نرمم العظم ده او ناهله الاول عشان يستقبل الزرعات ويحصل التئام بين العظم الصناعي ده العظم الطبيعي، بعد كده ننتقل لمرحله الزراعه ثم مرحله التركيبات. يعني مده الحاله معانا بتتحدد على حسب الاشعه المقطعيه بتقول لنا ايه، هل الحاله دي تنفع دلوقتي فعلا ان احنا نحط فيها الزراعيه ونركب على الاسنان، ولا هنحتاج نقوم بخطوات قبلها. واللي بيأثر على الكلام ده على فكره يا دكتور ايمن مش بمزاجنا احنا، ما هو العربيه لو فيها عطل صغير جدا صوت انا بسمع صوت، بس انا بدور العربيه وبشغل التكييف فالعربيه تمام والتكييف شغال في الحر اللي احنا فيه ده فانا تمام مبسوط. طب هل الصوت ده طبيعي؟ هل هي العربيه دي اتصنعت كده فيها صوت او فيها حاجه غريبه؟ لا اكيد،
طب لو سيبناها شويه اللي بيحصل اكيد العطل ده هيتفاقم اكتر وهيبقى اصعب شويه، فاصبح عندنا مشكله بدل ما هي مشكله صغيره هتتحل في 5 دقايق وبتتكلف حاجه بسيطه، لا هي دلوقتي المشكله اكبر، هتاخد خطوات اكتر وهتحتاج حاجات اكتر تتعمل. وقيس على حضرتك على كده كل ما نتاخر شويه في التعامل مع المشكله دي. هل في حالات لا تتقبل الزراعه؟ احنا قلنا من شويه ان مش مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي. لان هي قصه الزراعه دي دلوقتي هي تقريبا انجح برانش او انجح خط في مجالات او في تخصصات طب الاسنان دلوقتي، نسبه النجاح فيه بتوصل لحد 95% اللي هي اكتر من الحشوه العاديه. انا بشوف ان قصه الزراعه كمان اللي سهل فيها الاجهزه والتكنولوجيا الجديده اللي حصلت خلت الموضوع اسهل والاجراء نفسه بقى اسهل، بس برضو ده ما يلغيش دور الدكتور. انا بشوف ان قصه الزراعه او الجراحه عموما محتاجه صنعه معينه، حالات كتير شفتها، اكيد اللي اشتغل 100 زرعيه غير اللي اشتغل 1000 زرعيه غير اللي اشتغل 10000 زرعه غير اللي اشتغل 20000 زرعه. اهم من الزراعه مش ان حضرتك تحط الزرعه، هي في الاول وفي الاخر جراحه مصغره وارد يحصل فيها كومبليكيشن. الاهم من ان حضرتك تحط الزرعه انك تبقى عارف هتتعامل ازاي مع اي كومبليكيشن او اي اجراء طارئ هيحصل اثناء القصه دي. ألميت بالكلام ده كله اضمن لحضرتك زراعه ناجحه بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله. زراعه فك بالكامل دي قضيه مهمه جدا، لانه معنى ان انا وصلت لمرحله ان انا فاقد السنان كلها واحتاج زراعه فك بالكامل، ده معناها عناوين الاتي: اولا اكيد انا عندي حاله مرضيه وصلتني كده او سن وصلني لكده، في الحالتين اكيد الغالب هتلاقي العض مش قد كده مليون في المية، لانه هيطبق علينا اللي انت شرحته لنا دلوقتي ان احنا اكيد مرينا في كل حته بسنه اتفادت ولسه تراجعت وعظم انكمش واللي انت قلته كلام الحلو قوي ده. فانا عندي الحلقات الدراميه اذا كان التوصيف صح تمام اتكررت اكتر من مره، صح؟ اللي هي الحلقه الدراميه اللي فيها ايه؟ صح. اللي فيها الـ 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 الاغنيه هي السنه اتلخلخت اللسه التهبت الكالسيوم بتاعه تراجعت العظم كش الكل توقع الدنيا راح وغيرها، صح؟ تكرر كل احداث الدراما اكيد حصلت يمكن اكتر من مره كمان. هذه الحلقه الدراميه تكررت اكتر من مره لغايه لما بقت القصه صحراء جرداء لا زرع بها سمك ولا لا 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 سنه فيها ولا نام ولا نام، صح؟ احنا بقينا وده كتير اكيد هتجيلك تقول لك انا عايز ازرع فك بالكامل. ايه يعني ايه زراعه فك بالكامل؟ زراعه فك بالكامل ده ان احنا جالنا حاله فاقده للاسنان تماما. المشكله اللي بنواجهها في زراعه فك بالكامل سواء فك واحد او فكين نفس طرق التحضير بتاعه زرعه هي نفس طرق التحضير بتاعه فك بالكامل، بنختلف عنها في حته معينه. لو بنزرع زرعه او اتنين او تلاتة عندنا هنا حاله مثلا لزراعه فك بالكامل، الفك اللي فوق بس بنحط فيه 6 زرعات، الست زرعات دول بنقدر نحمل عليهم 12 سنة أو درس، ممكن من 12 ل 14 كمان سنة أو درس. الحالة اللي زي كده بيواجهنا فيها مشكلة واحدة يا دكتور أيمن، مختلفة شوية عن زراعة سنة أو اتنين أو حتى نص فك. في حالة إن احنا نزرع سنة أو اتنين أو حتى نص فك بيبقى عندنا العضة بتاعتنا أو العلاقة ما بين الفك اللي فوق واللي تحت مربوطة بالأسنان اللي موجودة أوريدي، يعني في علاقة معينة محددة موجودة. في حالة زراعة الفك بالكامل سواء فك واحد أو فكين بتبقى العلاقة دي مفقودة وبقى لها فترة، والكارثة في كده إن بتجيلك الحالة بتقول له عض بتلاقيه مرة يعض لقدام مرة يعض لورا مرة يمين مرة شمال، ودي الكارثة اللي بيقع فيها الدكاترة العضة. مش القصة إن احنا نعمل زراعات، عملنا زراعات ونجحت زي ما حضرتك هتعمل زرعة زي ما هتعمل 6 في الفك فخلاص نجحت ركبنا عليها، بس هل التركيبة اللي عملناها دي العضة بتاعتها مظبوطة؟ ده الشكل طبعا الأسنان بعد ما اتركبت، تمام؟ هل التركيبه ديت العضه بتاعتها مظبوطه؟ يعني في حاجه عندنا علاقه ما بين الفك اللي فوق وتحت اسمها الفي دي ار الفيرتيكال دايمنشن اللي هو المسافه الراسيه بتتحدد من اول المناخير من هنا لحد الدقن من هنا. هل العلاقه دي مظبوطه او هل المسافه دي مظبوطه؟ لو قلت عن المسافه المظبوطه اولا هيبقى في تغير في الشكل، هتلاقي من عند البق من هنا البق مكرمش او مطبق زي ما بيقولوا. دي حاله تانية زراعه فكين، الفكين مش موجودين فيهم الاسنان بينطبق عليها نفس المشكله اللي اتكلمنا عليها، نفس التحضيرات بنحضرها نفس الاستعدادات ونفس التاريخ الطبي لازم نبقى عارفينه، لكن الاجراء المهم هو قصه الفي دي ار او الفيرتيكال دايمنشن ده اللي هو الارتفاع الراسي. طب ده بنظبطه ازاي؟ زي ما قلنا في شويه اجهزه بنعملها
عذرا يا دكتور ايمن، انا بس بحب اخد صور للحالات بتاعتنا بعد ما بتركب لها الضحكه، او هتلاقي معظم الصور بعد التركيبات بتبقى دايما فيها الابتسامه دي، وبنحب ناخد الشوت دي لان دي بتبقى اول ابتسامه للحاله نفسها لما يشوف اول مره اسنان ليه بعد سنين من فقد الاسنان، وبيبقى حاسس بان وشه كمان مختلف. طبعا بيتغير تماما، ده انا ببتسم، ملامحه نفسها بتختلف، خدوده والشفه بتختلف تماما، كل الكلام ده. نرجع لموضوعنا اللي هي العلاقه الراسيه دي. احنا بنزرع، بس زي ما حضرتك قلت من شويه، كان حصل قبل ما فقدنا الاسنان وقبل ما نزرع فقد في العظم كش، فبالتالي الارتفاع دوت ما بقاش مظبوط، يعني الحته دي ما بقتش عباره عن سنان بس، ده لسه في بعض الحالات لثه ممكن نعوضها. طب هل بنعوضها ازاي اللثه ديت؟ اولا في جهاز معين بنقدر نستخدمه، هما في جهازين بنستخدمه في الحاله دي، جهاز اسمه الفيسبو، هو جهاز المريض نفسه بيلبسه على وشه، بنقدر نحدد بيه المسافه دي مظبوط والعضه بتاعته مظبوطه. بعد كده بننقل القرايه اللي بناخدها من الجهاز ده لجهاز تاني اسمه الارتكليتور اللي هو بيحاكي مفصل الفك. كل ده ليه؟ عشان نوصل لعضه مظبوطه. العضه المظبوطه دي ناخد بيها ايه؟ دي مثلا حاله عندنا زي ما حضرتك شايف، كان في فوق في الجنب الشمال ثلاث دروس او ثلاث اسنان، ناحيه دي سنه، تحت سنتين، فطبعا فقد للعضه بتاعته. تيجي تقول له عض، هو ما عندوش اي اسنان تجايد العضه، حتى الاسنان الطبيعيه اللي باقيه موجوده ما فيش في مقابلها حاجه. في حاله زي كده زرعنا تمام، والاسنان الطبيعيه اللي حالتها كويسه احتفظنا بيها، ولكن ما زالت المشكله القائمه بتاعتنا هي العضه بتاعته. طب العضه دي لو اتعملت التركيبه بتاعتنا ومش مظبوطه، نتيجتها هتبقى ايه؟ شهر، اتنين، تلاته، سنه، اتنين، تلاته، هيجي لنا بمشكله تانيه خالص. هو كان الاول جاي بيشتكي من الشكل ومن الوظيفه، ان هو مش عارف يمضغ، مش عارف ياكل، دلوقتي هيجي يشتكي ان هو برضه مش عارف يمضغ بس بسبب الام تانيه في مفصل الفك. ليه؟ عشان العلاقه ما بين الفك اللي فوق وتحت مش مظبوطه. فده الاختلاف بس البسيط اللي احنا بنجيبه في زراعه فك كامل، ده اللي بيختلف عنه عن زراعه سنه او اتنين او حتى نص فك. التصوير له قيمه هنا كبيره. ايوه طبعا، تصوير يعني انت مهتم بيه، ده هو فرع دلوقتي طبعا طبعا، انت عندك حد بيصور بس؟ اكيد اكيد، ده فرع مهم، هو في ده دكتور كمان بياخد كورسات ودراسات لحاجات زي كده عشان يقدر يصور او يطلع صور كويس. التصوير ده الهدف منه مجموعه حاجات. اولا انا مقتنع بحاجه معينه، ان كل واحد ضحكته او الابتسامه بتاعته او شكل اسنانه دي البصمه بتاعته. هل ينفع يبقى في اتنين ليهم نفس البصمه؟ هو كل واحد سنانه او ضحكته بتتعمل على اساس شكله هو، هل راجل ولا ست؟ ده اول حاجه، جنسه راجل او ست؟ هل هو ابيض ولا بشرته اغمق شويه؟ ده بيتحكم في لون السنان. شكل وشه نفسه، هل هو مربع، هل هو دائري، هل هو بيضاوي، هل هو مثلث؟ كل ده بيأثر في تصميم الاسنان اللي احنا بنعملها. الصور هي اللي بتسجل الكلام ده كله وبتنقله في سوفت وير دلوقتي بيقبل الصور دي، يساعدني كمان في الديزاين ده وانا بعمله، ان هو يديني بروبوزل للشكل ده يبقى عامل ازاي، وبعد كده نبدا احنا نعدل في الديزاين ده او في شكل الاسنان دي عشان نوصل للضحكه المثاليه اللي احنا عايزين نوصل لها. كمان احنا بنقول الاهتمام والمتابعه مع دكتور السنان. لما بتاخد صوره في كل مره بتزورني، انا ببقى عامل فولو اب، ببقى مسجل دلوقتي الحاله بتاعتنا لما عملناها وصلنا لكذا، طب بعد سنه كان شكلها عامل ازاي، طب بعد سنتين طب شكلها عامل ازاي، فبيبقى عندي فول داتا عن الحاله ديت، وعارفين مراحل تطور الحاله ديت من قبل ما نشتغل لحد بعد ما اشتغلنا، والفولو اب بتاعها كمان السنين اللي بعدها. فالتصوير طبعا مهم جدا 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 دلوقتي في طب الاسنان، طبعا ما اقدرش استغنى عنه. ده كالعاده، ده والله يا دكتور حضرتك اللي بتطلع احسن ما فينا. لا لا لا، دائما دائما بتمتعني باسلوب راقي جدا، اسلوب منظم للغايه، اسلوب هادئ، وعارف اولنا ايه واخرنا ايه، الخطه اللي ماشيين عليها ايه، حتى الخطه العلاجيه باينه جدا في كل كلمه وكل نقله من كلماتنا من جملنا في كل محطات الحوار. وده يمكن اهم كلمه دلوقتي في عالم طب الاسنان، كلمه الخطه العلاجيه وفريق العلاج، فريق العلاج والخطه العلاجيه اكيد. ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز هذا المجال، طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز في عالم الاسنان، كان في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الدكتور. ابعد عن ابو العريف وخليكوا دايما مع المحترفين، مع الدكتور.